بمناسبه الارهاب، وانا بقى اتكلم على الارهاب بقى، انا يعني هقول كلام، وانا اكتر حاجه قلتها في هذا المكان ونالني من السباب والشتائم بالام والاب والعيله والدين والمله وكله، لما اتكلمت عن محمد ابو تريكه. يا سلام، استغفر الله العظيم، صلى الله عليه وسلم، يعني استغفر الله العظيم، في ايه يعني؟ محمد ابو تريكه ارهابي، اللي يزعل يزعل. هو ارهابي ولا مش ارهابي؟ انا قناعتي ده مش رأي، انه ارهابي، انه اخواني، انه راجل كان شغال من الناس اللي بينظموا وبيديروا وبيخططوا وبيروجوا، وكان بيستغل سمعته وشهرته كلاعب كوره، حريف على دماغي من فوق. لعيب تمام، اخلاقه عاليه، ما عنديش اي مشكله، لكنه كان اخواني، كان بيساهم بفلوسه في خدمه التنظيم الارهابي اللي بيقتل اولادنا. الكلام ده يزعل؟ يزعل. اللي يزعل يزعل. احنا بنقول حقائق واجري على الله. تقول لي بحبه، تقول لي بكرهه، احنا لا بنحبه ولا بنكره، احنا بندور على الحقيقه، بندور على المعلومه. واحد يقول انا خلال الفتره اللي كلمت فيها في فيديو عن محسن راضي بتاع الاخوان، محسن راضي ده كان كبير الاخوان، انا لقيته وانا بشوف الفيديوهات، هات لي فيديو يا ابني محسن راضي. محسن راضي لقيته بيقول ايه؟ بيسالوا المذيع، بيقول له انت هو محمد عندنا لعيبه كره اخوان؟ ده سؤال البدايه، وخليكم معايا. قال له انتوا عندكم لعيبه كوره اخوان؟ قال له اه. قال له مين؟ قال له عندنا مش عارف كابتن محمد، كابتن مختار، وكابتن مش عارف ربيع سين، وكابتن ابو تريكه ايه ده؟ ده مين اللي بيقول محسن راضي؟ ده كادر اخواني، انا عارفه كويس. فانا قلت يبقى ده تنظيم، ده واحد مش بيكلم ميوله اخوانيه. واحد يقول لي يا اخي هو انت زعلان عشان بيصلي؟ يا اخي طب انا بصلي. يقول لي زعلان عشان مؤدب؟ طب انا مؤدب. واحد زعلان عشان هو راجل خير؟ طب انا خير يا اخي. يا اخي المصريين كلهم طيبين. يا اخي انت بتتكلم، بقول لك هو محمد ابو تريكه لعيب كوره؟ طب ما هو كان 100 واحد لعيب كوره، حازم كان احسن منه، وكان مين احسن منه، ومين؟ انا حازم امام وغيره وغيره وغيره، ومش عايز اتكلم، ومحمد صلاح واحمد حسن ومصر والخطيب مصر ولاد حسن شحاته وغيره، مش عايز اتكلم واقول وابرز حاجات. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع تاني، هو استغل الكوره في سياسه. فاكرين لما عمل التيشيرت بتاعه وقال لنساك يا غزه، وشغل التجاره بتاعت الاخوان معروف كله. طيب انا لم اكن اتخيل، والله انا شخصيا كنت مفكره واحد يعني ايه من الجماعه الهبل المتعاطفين مع الاخوان، عادي جدا. لمحسن راضي قال لي لا، قال لي لا ده اخواني. هات يا ابني سمعني محسن راضي. داخل جماعه وكان في مثلا زي الكابتن محمد ابو تريكه، والمستويات مختلفه بقى، يعني ربيع ياسين او هادي خشب، يعني كابتن ابو تريكه بعض الافراد منتمي للاخوان. هم الانتماء بقى عندنا، يعني احنا كنا بنحاول كاخوان ان احنا الشخصيات العامه ما نحاولش انها تندمج في التنظيم، عشان المتابعات الامنيه دي كانت تؤثر على. طب دي مهمه، بس ابو تريكه منتمي للاخوان، هل يعني كان بيحضر مثلا جلسات معاكم كاخوان؟ هل كان بيتم الاتصال بيه او بيتصل بيه؟ ما هو كان في اتصالات، بس زي ما بقول لك كده كان الاخوان حريصين. حتى المختار مختار بتعني كلمه منتمي؟ لا، الانتماء عندنا له درجاته. لما يكون في شخصيه ذات تأثير عام ولها اسم وحريصة على التألق، احنا كان اخوان بندفع بيهم ان احنا يعني نحاول ان احنا نبعدهم شوية من ناحية التنظيمية، عشان يعني يحصلوا على تألقهم باعتبار ان هم بيمثلوا قدوة. يعني احنا كده بتتصلوا بيه في الخفاء بيتم ده؟ اتصالات بقى، مش زي ما احنا كان في امورنا الطبيعيه اللي احنا كنا بنبعتوا مرسال مثلا، بطرق مختلفه الاتصالات كانت بتتم، هي مش محتاجه مراسيل ولا حاجه. طيب ده كلام مع محسن راضي القيادي الاخواني الشهير، عن مين؟ عن ابو تريكه وربيع ياسين ومعرفش مين مختار وغيره وغيره وغيره. هو 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 ناس زعلت وقال لك ايه؟ قال لك ده عم محسن راضي ممكن يكون بيكذب، ما هم كلهم كذابين. طب ما تيجي نسمع ابو تريكه بنفسه بقى، نسمعه بنفسه عشان نخلص من الموضوع. تعال نسمع ابو تريكه. محتاجه الاسلام بجد، ومحتاجه برجال تعرف الاسلام وتمشي بالاسلام وتمشي بالشريعه الاسلاميه في ظل المعطيات الموجوده، في ظل المرشحين لرئاسه الدوله بالصدق وبالحق. لم اجد سوى مشروع النهضه، هو المشروع الذي بيجسر اللي بيحمل مصر لقياده العالم ان شاء الله. دكتور محمد مرسي ولا نزكيه على الله. لدي يعني سببين رئيسيين اللي خلى بصفه شخصيه الواحد يبقى مقتنع ودايما بيحس ان هو من قلبه الجماعه والحزب بيعملوا لوجه ربنا سبحانه وتعالى وفي سبيل رفعه الوطن. بقول له هو من قلبه الواحد بيشوف الجماعه والحزب بيعملوا مشروع النهضه. هو انا يعني برضو عشان الامور تبقى واضحه، هو لا
يجب ان نخلط ما بين التدين والادب وبين ان احنا بنقول عليه اخوان. هو لعيب، هو لعيب كره كويس، هو راجل مؤدب، لكنه اخواني، والاخوان يعني ارهابي، وارهابي يعني بيقتلوا اولادنا. هو محمد ابو تريكه المؤدب بفلوسه اللي جابها واتبرع بيها، 5% من فلوس محمد ابو تريكه اللي خدها من الكوره راح دخلت خزنه الجماعه. تاني، 5% من الفلوس اللي تقاضاها محمد ابو تريكه من كل مبارياته او عقوده في مجال كره القدم دخلت الجماعه طبقا للاتفاق الموجود بين الجماعه وبين اعضائها. 5% احسبوها. الفلوس دي راحت فين؟ الجماعه عملت بيها، بنت بها مساجد، ادت بها للفقراء والمساكين في المصارف الشرعيه، ولا اشترت بها سلاح؟ ده سؤال. انا بقول تاني وبفتكر في بدايات حسن البنا في الثلاثينات لما جماعه انصار محمد، شباب محمد، انفصلوا عن الجماعه وفي انشقوا عن الجماعه وقالوا ايه؟ قالوا الفلوس اللي بناخدها كزكاه وكصدقه وتبرعات من الناس العوام الغلابه المفروض موقوفه لايه؟ لبعض المصارف الشرعيه. حسن البنا ومكتب الارشاد وجه الفلوس في اتجاه خاطئ واشترى بيها سلاح وقنابل. مين اللي قال؟ اخوان انشقوا عن الجماعه في الثلاثينات اسمهم شباب محمد. ده الموضوع قديم مش من دلوقتي. فانا بقول ابو تريكه بيدي الفلوس اللي من جواه اللي بيطلعها من جيبه بيديها للاخوان يعملوا بها ايه؟ انا بسال ابو تريكه وبقول له الفلوس اللي انت اتبرعت بيها للاخوان عملوا بيها ايه؟ ما اشتروش بيها سلاح في رابعه؟ ما اشتروش بيها سلاح يضربوا بيها اولادنا الشباب الضباط اللي موجودين في سيناء؟ هو اللي قنص وضرب وفجر واشترى عربيات تويوتا من اليابان وعمل وخلى، جاب فلوس منين؟ انا بسال جاب فلوس منين؟ انا بسال جاب الفلوس منين؟ من تبرعات زي بتاعت ابو تريكه وزي بتاع محسن راضي وزي بتاع مش عارف خيرت شاطر وزي الراجل التاني بتاع الفلوس بتاعهم حسن مالك وزي غيره وغيره وغيره وغيره. احنا لسنا ضد الراسماليه اللي عنده فلوس ربنا يبارك له، ولسنا ضد الناس اللي متدينه، ولسنا ضد الناس اصحاب الاخلاق، لكن اللي بيتكلم بالاخلاق وافعاله دون ذلك وغير ذلك وبخلاف ذلك لابد ان هو. انا بقول ليه هذا الكلام؟ هو انا يعني بتكلم اي كلام؟ ان ابو تريكه اخوان، ما الناس كلها عارفه انه اخوان. بقول تاني لا اخوان، ويجب الا تتعاطف حضرتك معاه عشان لاعب كوره كويس لما يكون في الملعب بنسقف له، لكنه سلوكه خارج الملعب واستغلاله للملعب واستغلاله للموهبه اللي ربنا اداله في ان هو يتحول من لاعب كوره خلوق الى كادر اخواني ممول للجماعه وانشطه الجماعه، لو بيبنوا بقى عمارات ولا مساجد ولا بيعملوا بقى ماليش دعوه، لكن بياخدوا الفلوس دي يجيبوا سلاح يقتلوا بها ابنائنا، فاحنا ما ينفعش نقف صامتين امام هذا. والاخوان دلوقتي اللي شغالين عمالين يرجعوا في ابو تريكه وذكريات ابو تريكه لا يهدفون من ذلك الا ان هم يسيئوا ليه المرحله الحاليه واللاعبين الحاليين والمنتخب الحالي والنجوم الحاليين. دي القصه كلها. انا بقول تاني بشكل واضح ولا يقبل الجدل، واللي يزعل يزعل، واللي مش عاجبه كلامي من الاخوان يروح يقلل الفيضان زي ما كان بيقول مرشدهم الهضيبي، يعني يشرب من البحر من الاخر، لانه احنا مش هنسمي الاسماء الا بمسمياتها الطبيعيه والحقيقيه. القط اسمه قط مش اسمه مشمش، مش هندلعه. كابتن ابو تريكه لعيب كويس لكنه اخواني، واخواني يعني ارهابي، وارهابي يعني قاتل، قاتل قتلوا ابنائنا في سيناء وغير سيناء.